يا غابة. ما شاء الله عليك، انت ومشغل نفسي مفردات. باي انا اطمن عليكم. والله بصراحة يا جماعة انا ماني جاي اطمنكم ولا اطمن حدا، انا جاي افهمكم. لا لا على الله خير. خير شو في؟ ولا شيء. بس الست المحترمة أو الزوجة المطيعة اللي تحترم جوزها أنا؟ خلصي! ممكن ستين حلقك تكف كلامي؟ لا ما رح ست حلقي، فكرتك جاي تقلي كتر خيرك، ضحيتي بأهلك مشاني، صبرتي على تعتيري، جاي تقلي الزوجة المحترمة وما بعرف شو، لك وتعرك لي ورقة مكتوب عليها طالق. أنا طلقتوها لأنها جابت بنت بالحرام. بدر ولا شو تعمل؟ شو مفكر حالك؟ شو مفكر حالك؟ مفكر كل العالم مثلك؟ شوف يا أفندي، أنا لا بيلتوى دراعي ولا بينطلع علي بالعالي. نحن منعرف كتير منيح كيف نحافظ على الشرف والأخلاق ونسواننا قبل رجالنا أكثر منكم اللي خلفوك.